نعم، تحية لكم زملاء في استديوهات الإخبارية بدمشق. لكي تثبت المرأة نفسها في مكان عملها عليها أن تبذل ضعف المجهود الذي يبذله الرجل، وخاصة عندما تكون أماً. اليوم معنا حالة لأم رغم مرضها ووفاة زوجها إلا أنها لم تستسلم، بل صممت مشروعها الخاص في منزلها لتربي أبنائها وتؤمن لهم حياة كريمة. اليوم معنا الأم عبير الحاج. كل عام وأنت بخير. اليوم حكاية صمود، حكاية تحدي، كيف عم نعيش اليوم ونأمن حياة كريمة لأبنائنا؟ أنا بلشت، أنا مثل ما ذكرت أنت، أنا معيلة لأسرتي، زوجي توفى، نحن بحاجة لأنه نأمن حياة كريمة، لذلك أنا بلشت بمشروعي الخاص. أول بداياتي كنت أشتغل بالصوف بالكروشيه، بس ما كان يأمن لي الدخل الكافي، لذلك أنه اضطريت أني أشتغل مجال الموني وبلش مشروعي اللي هلأ بلش يكبر شوي شوي ويتطور. طبعا أنا مريضة تلاسيميا وبنقل دم، بس هالشي ما وقف عائق أمامي لحتى يمنعني من عملي وأني أقوم بهذا العمل. كنت أقوم بأشياء بسيطة وشاركت بكتير معارض محلية ضمن منطقة سلمية، وحتى كمان شاركت خارج سلمية. هذا الشيء كتير ساعدني لأنه الناس أكثر تتعرف على منتجاتي ويصير مطلوبة منتجاتي ويطلبوها أكثر. بما أنه زاد الطلب على منتجاتي، فأنا احتجت لأنه يكون معي نساء أخريات يساعدوني بهذا المشروع، فبلشنا نطور أكثر ونحسن من مشروعنا لحتى يساعد مجموعة أكبر من النساء، لحتى لأنه نحن بهي الظروف المرأة لازم تقوم بدورها الأساسي كداعمة وشريكة في مجال التنمية المستدامة. اليوم رسالة بتوجهها الأم عبير الحاج بمناسبة عيد الأم إلى جميع الأمهات. أول شيء بقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإنه هني لازم يعتمدوا على حالهم لحتى يساعدوا شريك حياتهم ولحتى يساعدوا أبنائهم لحتى يكونوا أقوياء ويواجهوا هالظروف الصعبة. نعم، كل عام وأنتم بخير وشكرا كثير لإلك. وإنك أنت بألف خير، أهلا وسهلا. طبعا كما لاحظنا، عطاء بلا حدود وحب بلا مقابل. هذه الصورة المثالية لكل أم أنجبت وتعبت، لذلك لن نصل إلى ما تستحقه الأم. كل عام وأمهات سوريا بألف خير. إليكم زملائنا في الاستديو.